بنت بنتك وي بنيتك زايدة عندي كاع في العمر قبل قداش تفرق قداش تفرق ومخام كنت تولد ربوة ربوة كانت بدات شي حاجه. كيفاش كانت علاقتك بها انت؟ واه علاقه زوينه بنادم عايش بخير ولا خير باكين حاجه تمرضت لي نعم الاول لا الكبير والله لا انا بيدي تحت لي بخروف والله ما كانوا والله ما كانوا اللي يهضر شي واحد في كويت شويه خوخ معلق الله يبقى معلق في دي ولا ما نعرف برا في الجرده والله يبقى معلق ومش غنقول لك إيه لا الوان قلت بنا ولا الله يرضي على بنتي لا شتي ولا فين مرحبا بك اي اي باب في وجهك اي باب حلو في وجهك راه راه بنتي عايش في المحطه تما كانوا كنشوف الدراري البنات والولاد والبواس والبوات كنشوفهم مشاركين بحدا المحطه الكرتون والبيكا كتشوف دوك المناظر كتشوف الوالدين من 5 الصباح حتى لجوج النهار كتشوف الوالدين كيجيو يقلبوا وكنشوف الوالدين والله الا كنشوفهم في الكارتا كانوا تصاور كيتعلقوا في البيبان ديال المحطه داكشي ما انا مرق اختي ما عمرك تبغيتي راسك حتى واحد النهار انت غادي تقلب وغادي وكنشوف اي والله غادي نتكلم على الدخله ديال الباب كنهز عليه كيبان لي داكشي بنادم لا اله الا الله وصافي لا اله الا الله وصافي نتمنى والله يكون خير ان شاء الله منو راهي العقليه هاي اللي عندو عند 6 سنين 7 سنين هزه معاه في الرموخ هي عيني ما خلاش بها المغرب في الكميه ومعاه في الرموخ هو صايب هي ناسه معاه ما يتمت لا اله الا الله ما عرفتش كيفاش الواقع اللي وقع حتى ونتمنى يكون خير ان شاء الله واللي شافها ولا اللي اتصل في التليفون وتلا ما درتش انا نمشيو نجيبها فين ما كانت ساعد نمشي نجيب بنتي شنو تقول لعبد اللي كانت كتشوف واش غنقول لك اختي ما تقدرش شفت اختي زهره شفتي تما في هذيك الحاله كنشوف شنو تقول لبنتك اللي كانت كتشوفك ولا اللي كنشوفها الله يرضى على الله يفرجها برضه جيل بنتي راه مقاتي غادي تشوفي راه شتي الحاله ديال باك راه شتي الحاله ديال ياسر الحاله ديال ياسمين راه عندها 7 سنين وشنا هي والله ما باتتش البارح حنا في الدار. مسكينة راه كتبكي. والله ما في الدار ما نعست البارح. دخلتها بنية هي كتبكي مسكينة. والله إلا كانت زرقا شتي كتصب وهي كتبكي بحال شي مراه كان. لا إله إلا محمد رسول الله. الله يسلمكم شي خير. ولا إله إلا الله يسلمكم شي خير. يا أمين أختي أختي فاطمة. كنتألموا حتى حنا لهاد الحالات هادو ولكن الحمد لله. الحمد لله والشكر لله. 99% ديال الحالات الاختفاء اللي كان كنديروا النداء ديالهم على قناه شوف تي في الحمد لله في نفس اليوم كيعيطوا لينا تيقولوا لنا راه بان ان شاء الله داك الوليد ولا ديك البنيته ولا داك الراجل ولا ديك المراه حنا في واحد الايام مفترجه عند الله سبحانه وتعالى نطلب الله امين والله الا كان نشد المراه ولا الراجل كيقلب على ولد ولا بنت والله الا كان كيقول لها نعطو كنقول انت نعطيه السوايع اللي كيسول باش من الجروبات اللي تعرفتي تما كاين الجروبات اللي كايدي ونتمنوا حنا الله يطيح حنا شي ولاد الناس يا ربي امين وكاينين غير ولاد الناس وبنات الناس ما كاينش شي واحد في قلبه ذره انسانيه غيشوف هاد الدموع ويشوف عابر ولا تكون عنده غيخليها عندك الله يبارك الله ديال المدرسه غير حيدها هاك لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم مشاهدي قناه شوف تيفي نختم معكم هذا البث المباشر على امل اننا نتلاقاو بكم في مباشر اخر بعد قليل نسمعوا فيه شي اخبار زوينه ونسمعوا فيه ان الزغاليل عمت هذا البيت وان عبير رجعات الاحضان ديال الام ديالها والاب والجد والخاله والخيلان والجيران وكل شيء الناس اللي واقفين هنا قدامنا وكيبكيو على عبير حيت عبير واحد الحاله ما غنقولش حاله استثنائيه اي واحد كيخرج من الدار راه تيخلي بلاصته ولكن راه بنيته قصيره ومريضه وتتشرب الدواء وبزاف ديال الحوايج اللي خليونا اننا نخافوا على عبير اكثر الى اللقاء في مباشر اخر باذن الله.